لكل فنان في مشواره محطات ومراحل، بعضها عابر في نجاحه أو فشله، وبعضها طويل مدون نجاح أو مدون فشل. بتحصل كتير إن الجمهور أو فئات كتيرة منه في فترة يفتكر بعض محطات مشوار الفنان وينسى محطات تانية، إما لأنها ما سابتش أثر عميق أو لأنها سقطت من الذاكرة. لكن اللغز بقى إزاي الفنان نفسه ممكن ينسى محطات ومراحل مشواره، خصوصا لو كانت شكلت بصمته وكانت سبب نجاحه أصلا. يعني إزاي كوميديان عتيد زي محمد صبحي ينسى إن أعظم نجاحاته جت من خلال الفن اللي فيه جرأة وخروج على الأفكار المحافظة والتقليدية، فلما يكبر قوي ينزل في الناس مواعظ عن العيب والأخلاق واللي يصح واللي ما يصحش؟ إزاي ينجح بأعمال تدعو للحرية والتمرد، فلما يكبر ويبقى عنده سلطة معنوية في المجتمع يرفع شعارات فاشية زي اقفل على مصر يا رئيس؟ إزاي صبحي اللي كانوا بيتهموه في بداياته بالانفلات والخروج على النص وإفساد الأجيال لما يكبر يردد التهم دي في حق الأصغر منه، بدل ما يقول للناس ولو حتى مجرد كلام إنه أي فنان يا جماعة التجارب هي اللي بتنضجه مش المحاكمات الأخلاقية اللي لا بتفيد الفن ولا بتفيد الأخلاق؟ ما نقدرش نهرب من الأسئلة دي وإحنا بنتأمل مسيرة الفنان الكبير محمد صبحي ومسيرة أهم صانع لنجاحه الكاتب الكبير لينين الرملي، أحد صناع المسرح المهمين في الوطن العربي، واللي عمل مع صبحي لمدة 20 سنة تقريبا، وعملوا ثنائي مثير للإعجاب والإلهام والحسد أحيانا. وفي رأيي يصعب فصل مسيرة الاتنين عن بعض، حتى لو ده ما بسطهمش، وحتى لو كانوا حققوا نجاحات مستقلة، لأنهم يمكن حتى بعد انفصالهم عن بعض رجعوا لحالة عدم توازن فني وخفوت لمعان كانوا عاشوها قبل ما يلاقوا بعض بشكل أو بآخر. يعني في نجاحات لكن برضو ما هياش شبه النجاحات القديمة. ويمكن ده اللي في رأيي خلى صبحي في التسعينات يلاقي ضلته في شريحة كبيرة من الطبقة الوسطى هزتها بقوة تغيرات المجتمع ما بعد الانفتاح وموجات السفر بره مصر في السبعينات والثمانينات، وخلخلت عندها فكرة الأسرة التقليدية المتماسكة المعتمدة على الأب الحكيم القائد والأم المضحية الحنينة. فابتدع صبحي فكرة الحارس الأخلاقي اللي بيرجع الأسرة المتماسكة اللي بتتلقى التعليمات في الطابور شبه عسكري، لكن طبعا بشكل لطيف، في كوميديا وفي تناقضات درامية بيتعرض لها الأب، فنجحت وكسرت الدنيا وبقت شخصية ونيس أيقونة نجاحه في التسعينات زي ما كان سنبل أيقونته في الثمانينات وعلي بيه مظهر أيقونة السبعينات. ولما انفجرت الكوميديا الشبابية وبهت نجم صبحي قليلا وما قدرش يتعايش مع المتغيرات من الجيل ده، غير رأي في رأي عادل إمام اللي كان مزاج شخصياته العابس قريب شوية من الجيل الجديد، فدخل بذكاء في أفلامه أن أبنائه يبقوا شركاء في العبس من غير ما يتورط في نصايح ومواعظ، على عكس صبحي اللي تباعدت المسافة بينه وبين كثيرين من الأجيال الجديدة. طبعا لسه في من الأجيال الجديدة اللي بتستهوي فكرة حراسة الأخلاق واللي بيتقاطع فيها شغل الدعاة الجدد مع شغل صبحي الأخير في التلفزيون، لكن ده جلب فكرة اللي هي كوميكسات السخرية من شرطة الأخلاق اللي بقى محمد صبحي بيمثلها. ولما حصلت ثورة يناير بكل ما أعقبها من تغيرات اجتماعية، محمد صبحي خانه الذكاء وركز فقط على رأس السلطة السياسية عشان يتعايش مع الوضع الجديد كمواطن وكفنان. فكان الرد انه طلعت له بقى فيديوهات بتفكره بتصريحات صعبة قوي بيمدح فيها مبارك بشكل صعب، وبتقارن ده بتصريحات بيمدح فيها طنطاوي، وبعدين الإخوان بيغازلهم، وبعدين بيغالي في مدح السيسي. ونلاحظ ان الأجيال الغاضبة منه كانت في الأصل بتعشق مثلا الاستشهاد، ولا زالت بمسرحية تخاريف ومشهد الدكتاتور اللي أبدع لينين الرملي في رسمه وصبحي في تأديته بشكل يجعله صالح حتى للكلام عن السيسي وبشار الأسد وغيرهم. طبعا الأستاذ لينين نفسه ليه مواقف قد لا ترضي كثيرين من أبناء هذه الأجيال، لكن اللي متابع شغله يعرف أنه الأستاذ لينين دايما ليه مواقف مختلفة عن التيار السائد، يعني في الصراع العربي الإسرائيلي، في الحريات، في المواقف القومية. ما هواش من النوع اللي بيشوف الموجة السائدة ويركب عليها، لا، عنده استعداد يختلف مع المجتمع بقوة مهما كان رد الفعل اللي هيحصله، فده بيخلي الاختلاف معاه أكثر جدية. طبعا
زي ما بأكد دايما، تأمل المواقف هنا ملوش علاقة بتوزيع أحكام الإدانات، وما فيش حد مهما كان ممكن يلغي تاريخ حد بالكامل مهما اختلف معاه، فما بالك لما نتكلم عن فنانين زي صبحي ولينين عملوا تجربة مسرحية مهمة زي تجربة بديع خيري ونجيب الريحاني، وللأسف لم تدرس بالشكل المطلوب. ويمكن لحسن الحظ أنه لينين وفق لتجربة المسرحية لما كتب مذكراته، واللي اختار أنه يقدمها كقصة صراع دائم مع الرقابة، رقابة الأسرة والمجتمع والسلطة والمثقفين والممثلين والمنتجين. واللي قال انه اختار يحمي نفسه من كل انواع الرقابات دي بفن التحايل. طبعا في حد من اجيال تالية ممكن يرفض ده ويعتبر التحايل غلط والصدام هو الحل، وله مطلق الحق في التجربة ان استطاع. محمد صبحي اصغر من لينين رملي بثلاث سنين، هو من مواليد 48، لكن كانت علاقته بالمسرح اكثر مباشره من لينين اللي اتولد في اسره صحفيه وسياسيه. يعني والد صبحي كان من اعضاء فرقه رمسيس العاملين في فرقه رمسيس ليوسف وهبي، فكان بيروح معاه في طفولته مسرحيات الفرقه ويرجع يقلد المسرحيات في البيت. وفي مسرح المدرسه قدم عمل للريحاني لما كان عنده 8 سنين، بدأ يقرأ ويقلد، وبعدين في إعدادي يقلد مسرحيات شكسبير ويقدمها في المدرسة. اتعلم عزف كمان، ولما شارك في بطولة الجمهورية جه ترتيبه الثاني فقفل ورفض يكمل لأنه ضد أنه هو يكون الثاني في أي مجال أو في أي منافسة. ولما قدم لامتحانات معهد الفنون المسرحية لأنه كان من عشاق المسرح، قابل إسماعيل ابن توفيق الحكيم رائد المسرح العربي، فقال له إسماعيل أنا جيت أقدم عشان أرضي أبويا اللي بعتني بكارت توصية للمعهد. فصبحي أحبط وقال لك أنا يعني مين أنا عشان أنافس ابن توفيق الحكيم، وفقد أمله في النجاح. لكن فوجئ أنه إسماعيل سقط وهو اللي نجح، فتحمس جدا للمعهد ولقى نفسه فيه واستفاد من أساتذته، خصوصا أستاذه علي فهمي أستاذ الحركة والبنتمايم اللي علمه إزاي يستغل حركة وليونة جسمه بشكل بقى مميز جدا في مشواره خصوصا في البدايات. اتخرج صبحي من المعهد بدرجة امتياز وبقى معيد فيه، لكن حياته ما تغيرتش إلا لما قابل لينين الرملي اللي كان دفعته في المعهد في قسم آخر، والصدفة بس هي اللي جمعت طريقهم زي ما هنشوف. حياة لينين في المقابل ما قبل معهد الفنون المسرحية كانت مليانة بتفاصيل تخلينا نتأمل وكسة مجتمعنا وخيبته القوية. لينين المولود سنة 45 ابن الصحفي والمناضل فتحي الرملي ووالدته الصحفية والمناضلة سعاد زهير، وحماسهم اليساري خلاهم يسموا ابنهم الكبير ستالين فخرا ببطل الحرب ضد الفاشية والنازية، وبعدين لما خلفوا ابن تاني سموه لينين. طبعا الشيوعية في مصر والأفكار اليسارية ما كانتش منذ البداية شيء آمن، يعني أول قضية الاعتقال منتمين لحزب الشيوعي اتعملت في عهد سعد زغلول على إيد سعد زغلول. الوقت أقصر من سرد التفاصيل، ممكن نبقى نتكلم عنها في عصير الكتب، لكن تتبع معاناة لينين بسبب اسمه لعقدين من الزمن أو أكتر تكشف لنا عن مآسي عبثية في بلدنا. يمكن من ساعة سنة 48 لما مجلة الاثنين والدنيا وكانت أهم مجلة في مصر عملت حوار مع فتحي بتسأله ليه سميت ابنك لينين، لكن على أي حال السؤال كان أرحم من تجربة الاعتقال اللي تعرض ليها والده ووالدته. وكان لينين ساعتها عنده سنتين فدخل السجن مع والدته هو وأخوه الأصغر. ولما كبر ودخل المدرسة كان كل مدرس لازم يسأله يا ابني انت مسلم ولا مسيحي، انت مصري ولا أجنبي، ويطلب منه يقرأ الفاتحة ويقول الشهادتين. ده كده بداية الكلام. ومع ذلك بيقول لينين في مذكراته لم أكره اسمي ولم أكره أبي أو أمي، فاسمي وتمسكي به يعني لي التمسك بحريتي، لكنني شعرت باغتراب عشت به سنوات طويلة. ازاي بقى يعني عانى لينين من اسمه مثلا يترفض في مسابقة في وزارة التعليم انه ياخد جايزة احسن مقال عشان اسمه. في مذكراته بيحكي تفاصيل ممتعة جدا عن تجاربه، للأسف مش هيتسع الوقت اللي سردها، وهو طفل في المدرسة عمل مع ابن عمته نبيل اللي سموه مولوتوف من باب التريقة عشان تكمل، واخوه ستالين، فعملوا مجلة اسمها الاحرار. واقترح عليهم ستالين قال لهم عشان ما يبقاش في مشاكل تعالوا ننشر في المجلة مقال ضد الشيوعية ومقال مع عبد الناصر عشان ما يحصل لناش مشاكل. فعملوا ده وكتبوا أسماءهم على المجلة تحرير ستالين لينين مولوتوف، وكتبوا على المجلة لما راحوا المطبعة عنوان وتليفون مكتب الأب. المجلة وقعت في إيدين المباحث فعملت لهم مشاكل، والأب لم الموضوع لكن نده لينين وقال له أنت بتحب عبد الناصر فعلا؟ قال له طبعا. قال له ليه؟ فقام سمع له مبادئ ثورة يوليو اللي كان حافظها، فقال له لا ده اللي لقنوك
الكلام ده في المدرسة، غضب لمين؟ لكن أكتر حاجة أغضبته أنه ما قدرش يرد على والده بجد. كان أبوه وأمه انفصلوا، ووالدة لمين صرحته أنا عضوة في حزب شيوعي سري ومعرضة للاعتقال في أي لحظة، وشنطتي متحضرة، ولازم تكون راجل يعتمد عليك. وفضل متنقل في الحياة ما بين الأب والأم، وحكى الكلام ده بتفاصيل. الأب كان متوقف عن نشاطه السياسي يمكن من سنة 54 لما استكتبوه إقرار أنه ما يشتغلش في السياسة، برغم أنه اللي كان عبد الناصر بيطبقه زي التأمين مثلا كان بيدعو ليه قبل سنين من حدوثه وفي وقت صعب جدا، وعانى من الفصل من عمله مرتين بشكل متعنت حتى بعد ما توقف عن السياسة. أبو لينين عشان يشجعه قرر يطبع له كتاب، كان لينين أعاد فيه كتابة قصة تاريخية اسمها ابن الأبائيبي، وطبع له 1000 نسخة صدرت في فبراير 58. لكن المباحث صدرت الكتاب 10 أيام عشان أسلوب الكتاب عنيف، وبعدين لما عرفوا ان اللي مألفه يعني طفل او شاب صغير وكده افرجوا عنه بشرط الا يوزع مع باعة الصحف. حصلت له تجربة مع الرقابة في وقت مبكر، هو بيقول انه كان عنده مفكرة بيكتب فيها مذكراته، فكتب مرة احب جارتنا وسام، وبعدين بعد كم يوم كتب وعرفت أنها تحبني، وبعدين اكتشف أن أبوه بيقرأ المفكرة من وراه فغضب وقام كاتب له: الإنسان دائما يخاف أن يقرأ أحد مذكراته لأنها تكشف عن نفسيته وتلقي ضوءا على أفكاره وتخيلاته. والده اتعود أنه يسند له أعمال في الأجازة، يشغله في مكتبه كسكرتير أو يقف في مكتبه، وبعدين الأب أجر مطبعة متواضعة فشغله فيها سنة 59، واستمر في تجاربه في الكتابة اللي بقت غزيرة بعد ما صدم باختفاء حبيبته وسام اللي فضل يحفظ يوم رحلها، وشجعه ده على الكتابة بحرارة أكتر، وكان بياخد أعلى درجات في الإنشاء في المدرسة. وبعدين في مرة المدرس طلب منهم كتابة موضوع إنشاء هجائي، شوف العيال الصغيرة الفاشية لما بتسيطر على المجتمع، ان هم يكتبوا موضوع انشاء هجائي ضد عبد الكريم قاسم في العراق عشان ميوله الشيوعية، وكان ده مفروض على كل المدارس. فلينين بعد ما كتب اسطر قليلة ما كملش، فالمدرس هو بيصحح احتار وحط له علامة استفهام ورسم له ناقوس المدرسة وعلامة اكس. في الوقت ده بدأ يستهوي المسرح لينين أكتر، ويلاقي نفسه فيه أكتر من الرواية والقصص، فعمل مع أولاد عمه فرقة تمثيل كانت بتعرض مسرحياتها على سطح بيت العم، والأب كتب لهم مسرحية بعنوان دفنينه سوا، كان كتبها هو صغير زي ما قال لهم، والعم تحمس لدعمهم وقال لهم لو عملتوا شغل حلو هأجر لكم مسرح صغير كده تعرضوا فيه ليلة، وخد مسرح اسمه أوبرا كان ملك مطربة انطفأت أضواء شهرتها. المسرحية الأب ولينين بيقراها حس إن المؤلف اللي جواه طلع، فقام عايد كتابتها لأنه شاف إن الأب كان كتبها بشكل طفولي عشان تناسب عمرهم، فقام عاد الكتابة وغير الحبكة وزود عليها كوميدي، وساب مسرحية كان بيكتبها كان وصل فيها لأكتر من 100 صفحة عشان يعيد كتابة مسرحية والده اللي يحسب لي أنه معلقش على الحكاية ولا غضب ولا اتضايق ولا قال له إزاي تعمل كده. وبعدين في أغسطس 61 عرضوا المسرحية ليلة واحدة، لكن لينين اعترف أنه فشل في التمثيل فشل تام، لأنه كان بيراقب نفسه وهو بيمثل وبيسأل نفسه هل مسرحيتي أفضل من مسرحية أبويا، ولقى نفسه حابب التأليف أكتر، فبدأ رحلته الطويلة مع التأليف المسرحي اللي هنكمل الحكي عنها بعد فاصل قصير. السلطة كان ليها بشكل غير مباشر الفضل في انه رحلة لينين الرملي مع التأليف المسرحي تتحول من محاولات غير مكتملة أو غير ناضجة إلى تجربة مكتملة أنضج، بفضل ليلة قضاها في التخشيبة لما جه عسكري بوليس البيت عشان يحصل غرامة 2 جنيه من لينين عشان وصل سن 16 من غير ما يطلع بطاقة، فكان لوحده في البيت من غير فلوس، فقام جرجره على الاسم، والضابط رماه في التخشيبة لغاية ما أهله يدفعه. وهو في الحجز سمع حوار عجيب الشكل بين 2 مساجين عن فكرة ليه الحرامي بيسرق في زماننا، وكان اللي بيسأل هو اللي بيجاوب، فالحوار اتسجل في ذهن لينين، وأول ما طلع لما طلعوه ودفعوا الغرامة أول ما رجع البيت جري على الورق وبدأ يكتب مسرحية قصيرة عن شاب بيحتجز في التخشيبة وبيتعلم فيها بعض ما يجري في الحياة، ويمكن حس بالامتنان لأنه البوليس يد البوليس أدخلته في التجربة اللي خلته يكتب أول مسرحية حقيقية.
وبعد سنتين لما بقى عنده 19 سنة تقريبا أنهى كتابة مسرحية من 3 فصول بتدور في عصر الفراعنة وبالفصحى عنوانها السؤال، واحتشد ليها بقى وقرأ مراجع عن التاريخ الفرعوني وبدأ يتابع المسرح بقوة، ويلاقي نفسه بينفر دايما من الاتجاه الخطابي اللي موجود في المسرحيات. كان والده في الوقت ده برضو اتمنع تاني من الكتابة في جريدة التعاون وقبلها من صحيفة الجمهورية، برغم حتى انه بطل يكتب في السياسة وانصفه القضاء ولغى فصل التعسفي بعد وفاة عبد الناصر. والتجربة دي انضجت لمين؟ يعني بيحكي مثلا ان هو في بيت والده عرف ممثلة بيصفها بانها بدينة نصف معروفة، واكتشفوا انها كانت بتكتب تقارير للامن عن اصدقائها اللي بتسهر معاهم كل ليلة. برضه في بيت والدته عنده بيتين بقى، كل بيت ليه تجربة وليه ناس مختلفين عن التانيين. فبيت والدته برضه قابل ست مخبرة والناس كلها عارفة انها مخبرة، فدي النماذج دي خلته يفكر بشكل فيه مفارقة وسخرية. كان والده على خلاف دائم مع الشيوعيين، وكانوا بيشوفوه ان هو فردي وفوضوي اناركي يعني، وكان برغم ان هو بعد تأميم القناة ليه كتاب مهم، اصدر كتاب الصهيونية اعلى مراحل الاستعمار. فاتلفقت له تهمة ان هو بيدي دروس في الصحافة بالمراسلة لصحفيين في الدول العربية، واتهموه بالنصب والاحتيال، وبعدين حبسوه، وبعدين أفرجت عنه النيابة، ولما المحكمة ادته براءة كان أصيب من وقتها بجلطة في المخ وفضل يعالج منها حتى مات. طبعا كل المفارقات الدرامية دي بتفعل الأفاعيل في نفس الفتى اللي بيتفتح ده. والدته كانت اقتنعت بتبني عبد الناصر الاشتراكية، فالمفارقة الساخرة ان هم دخلوها المعهد الاشتراكي عشان تتعلم الاشتراكية على حق عبد الناصر يعني. وكان لمين بيحاور أمه لساعات كل ليلة وهو بيعارض سياسة ناصر، لكن بيدين ليها أنها علمته أنه هو يكون حر مستقل ويعبر عن رأيه بشجاعة، وأنه يكون صادق مع نفسه، وما أجبرتوش على اعتناق أفكارها. كانت بتحفزه على القراية، تاخده ندوة نجيب محفوظ، تخليه يتعرف على كل الأفكار وكل الآراء. وبعدين خدت منه قصة عشان تديها لصلاح جاهين اللي كان وقتها رئيس تحرير مجلة صباح الخير، ففوجئت بانه صلاح بيقول لها والله لو ابنك عايز يشتغل في الكتابه لازم يغير اسم لينين وهنشر له فورا. هو نشر الكلام ده، وكانت لسه اللي حضر الموقف ده فتحيه العسال الكاتبه الكبيره صديقتها. فالام اللي مقتنعه بالاسم لكن عايزه ابنها يشتغل ويعيش، حاولت هي وفتحيه ان هم يقنعوه براي صلاح اللي محب ليه في الاخر يعني، فرفضوا، قال لها اللي عايز يقبلني زي ما انا هو حر، حتى لو انا متضايق من الاسم مش هغيره. كان لينين عرف متأخر من والدته انه جده اصلا برغم انه كان عارف انه صحفي وفدي وطلع جورنان في تسوق وكده، لكن كمان كان كاتب مسرحية وعنوانها العنى والقهر في دخول نابليون مصر. تحتيها بقى كتب رواية تشخيصية أدبية حكمية حماسية غرامية فكاهية تأليف العبد الفقير لله عبد الله فكر الرملي. لما لينين نجح في ثانوي قدم ورقه للالتحاق بالمعهد العالي للفنون المسرحية قسم النقد وأدب المسرح، واللي ما اختارش غيره وكان واثق من أنه هينجح في اختباراته، لكن ما لقاش اسمه بين الناجحين اللي كان عددهم 40 اسم. فانهار وقال لك بس هو اسمي السبب. فعمل حاجة غريبة عن طبيعته أنه ما استسلمش، راح لعميد المعهد نبيل الألفي وقال له أنا ما لقيتش اسمي في كشوف الناجحين. فسأله اسمك إيه؟ قال له لا انت نجحت، وبعت معاه الساعي يوريه اسمه في ملحق كان اضاف لبقية الاسامي، فادرك ان اسمه بقى فوبيا بالنسبة له اكتر ما هو بالنسبة للاخرين، وعرف ان الوقت اللي انفقه في سنوات الطفولة والفتوة في القراية والكتابة كان ليه معنى لما اتصدم في المعهد، لانه صدمته كانت كبيرة. بيقولك كل شيء وجدته عشوائي ويبدو كمدرسة ثانوي مش اكتر. كانوا 24 طالب بقسم النقد وأدب المسرح، فلما لقى أن الحكاية مش مفيدة قوي قرر أن هو إيه يقعد في الكافيتيريا يكمل قراية ويدردش مع اللي بيحب يتكلم معاه. وحتى كان ليه موقف حصل في محاضرة لتاريخ الأدب المسرحي اللي هو كان قريه والمحاضر ممل، فقعد يرسم 6 عريانة، ففوجئ بزميله بيشكوه يقول له فندم الراجل ده زميلنا ده بيرسم 6 عريانة. فقام الأستاذ خاطف الورقة وعرضها على الطلبة عشان يضحكهم. فكان عايز الأول يقول له أصلا أنا بدرس بالقسم المسائي بكلية الفنون، لكن لقى نفسه ميال لأنه يسخر ويتحدى، يقول له معلش أصلا أنا بعاني كبت جنسي بحكم سني فبحاول أفرغه. طبعا الإجابة المتحدية دي كانت نتيجتها 0 في هذه المادة.
كتب تمثيلية اجتماعية للتلفزيون بعنوان الفنانة وعرضها على مخرج عجبته، لكن اتصل بيه وقال له معلش يا ريت والنبي تكتب عمل وطني، لأن الخطة بتاعت المسؤولين إن الأعمال تبقى وطنية السنة دي. لما حصلت هزيمة 67 كانت كارثة، ولكنها كانت غير مفاجأة للمين اللي كان شايف إنه حكم عبد الناصر سيقود البلاد لكارثة محققة. كان كتب مسرحية في فبراير 67، وده يمكن شاف ده عشان برضو تبقى الأمور واضحة، شافه من خلال تجربته كمؤلف شاب. يعني كان كاتب مسرحية في فبراير 67 بعنوان الأسرة، عن علاقة بتحصل بين جندي إنجليزي أسروه الفدائيين وبين فتاة في 18. كان بيحاول يعبر عن مشكلته كشاب، إزاي يوفق بين كراهيته للعنف وبين الحرب المحتملة في أي لحظة مع إسرائيل. فخلى البطلة بتاعت المسرحية لما توصل لاختيار تراجيدي صعب انها تقتل الاسير، توقف الاداء وتقول للجمهور انه والله المؤلف توقف هنا وساب لكم انتوا المشكلة ويسدل الستر. وغير اسم المسرحية من الاسرة اللي بتعني ان الجندي والفتاة الاتنين اسرة في الموقف ده الى الاسير، فرفضتها الرقابة رفض تام فحطها في درج مكتبه. طبعا الموقف ده ممكن يجي حد يقول لك ويعني ايه والعدو واضح وده تفبيط للمعركه، بس هو الفن كده. لو ما كانش دور الفن انه يطرح الاسئله ويخلي المشاهد يخرج اما رافض او موافق او يفكر او محتار، يبقى مش فن اصلا. فده اللي ادى الى انه يبقى في صدمه ما بين عقل لينين الرملي واللي حواليه. كان عنده رواية ما كملهاش، فقرر انه يحولها الى تمثيلية تلفزيونية بتحصل حوادثها ايام العدوان الثلاثي، وفكرتها لطيفة جدا عن حرامي بيتحول بالصدفة لفدائي بعد ما بيلاقي في طريقه بندقية فبياخدها، لكن ابن فدائي للعيلة بيشك فيه فينزل يضرب في الاعداء عشان ينفي التهم عن نفسه ان هو حرامي فيتقتل. التمثيلية عجبت الرقابة وتوافقت على تصويرها، وتوفيق الدقن الممثل القدير اللي لعب البطولة اقترح على المخرج ان هو ينهي العمل بدون قتل اللص عشان وهنا اكتشف لينين رملي انه في رقابة تانية بعد الرقابة اللي هي رقابة الممثلين. والمخرج قال لتوفيق الدقن، قال له والله بص روح اقنع المؤلف وحاول اقنعه، فلينين رفض وقعدوا يحاولوا كتير، وبعدين وصلوا لحل وسط ان هو ينهي العمل مع بدء تبادل النيران عشان تترك النهايه مفتوحه. طبعا الراي التقليدي وقتها اللي هو ايه البطل ازاي اتقتل والناس تحبط والكلام للاسف التافه والهايف ده. وبيقول لينين في مذكراته مشيرا الى معاناته مع الممثلين اللي بدات من اللحظه دي، ساتعرض طيله حياتي لرقابه الممثلين ليس بطلب الحذف فقط او التغيير والذي لا اوافق عليه الا اذا اقتنعت، لكن الامر يختلف في المسرح بسبب التاليف الفوري الذي يفرضونه بعد ظهور المسرحيه والتغيير فيها من يوم ليوم والى حد المسخره او الاضافه من مشهد لمشهد اثناء التصوير، خاصه ومن الصعب على المؤلف مراقبتهم يوميا. اتعرضت التمثيلية في 15 يوليو 67 باسم عبد المعطي، فكان لينين أول وأصغر من كتب للتلفزيون، وكان وقتها لسه ما دخلش سنة تانية في المعهد، ونجحت قوي وعيد عرضها مرات كثيرة. لكن مسرحية الأسرة فضلت في درجه لغاية سنة 2001 لما اترجمت وتعرضت بعد فوزه بجائزة الأمير كلاوس في هولندا. نجاح التمثيلية شجع صلاح حافظ انه والله طب لا ده طلع في التلفزيون ممكن ينشر في الصحافة، فنشر له قصة في يوليو 68. بعدين الصحفي عبد الله امام كلفه انه يكتب عمود اسبوعي في جريده العمال الاسبوعيه ويشرف على الصفحه الادبيه. وبعدين كتب تمثيليتين، الاولى اسمها نظاره عم صابر، قصتها عن عامل بسيط عايز نظاره رخيصه الثمن فالرقابه رفضتها، وكتب التقرير بيحرض على شخصه اليساري الشيوعي والكلام ده، ودعاه المخرج لمناقشه الرقابه، فراح لقى مين الرقيب؟ واحد اسمه محمد علي حماد، صحفي يعني بلغة ذلك العصر يميني، وكان بيرأس مجلة اسمها الشعلة، مع انها المفروض مناقضة يعني او افكاره مناقضة لثورة يوليو. وبيقول في مذكراته انني كنت غرا لما استغربت، لانه الرقيب اليميني افضل من يراقب كل ما هو اشتراكي. وفي التقرير الرقابي جيب النص الكلام كالآتي، قال لك الكاتب من جماعة اليساريين الجدد الذين يهاجمون محمد حسنين هيكل. تخيلوا وقتها دي كانت تهمة ترفض من أجلها أعمال ممكن تضيع مستقبل حد، وكان ده في أغسطس 68. عشان إيه بقى بيهاجم هيكل؟ في مشهد
والتمثيليه المفروض تحصل في ايام الاحتلال، ان في عمال بيكافحوا الانجليز، فشخصيه بتسال بتقول يا جماعه مين قرا جورنان الاثار بتاع الجمعه دي؟ فيرد تاني بيقول له اه انت قصدك المقاله اللي بتطالب بالمفاوضه السريعه؟ فيقول واحد تاني اه ده كاتبها حسن البهلوان. طبعا هو في حد غيره بيدافع عننا محترم؟ الكلام طبعا كان اسقاط ربما او مش اسقاط، لانه هيكل كان في الوقت ده بيطالب بالمفاوضات بعد هزيمه 67، فاصر الرقيب على حجب العمل. طبعا ده ما كانش راي هيكل، كان راي عبد الناصر اللي قبل مفاوضات روجرز، وكان ممكن تتشال الكام جملة دول، لكن الرقيب أصر على حذف العمل كله، وبعدين وطى صوته وقال لينين في الحوار معاه يعني أنت بذمتك عاجبك اللي بيحصل في البلد اليومين دول؟ وبدأ يكيل النقد للأوضاع الجارية، فلينين ما شاركوش في الهجوم عشان حس إن هو عايز يستدرجه عشان يكتب فيه تقرير. ده مناخ الخوف اللي كان عايش في البلد وقتها. بعدها قدم لينين تمثيلية اسمها مصنع الحب، عدت من الرقابة، نجحت نقديا وجماهيريا، ونشرت والدته سلسلة كتابات بعنوان امرأة مسترجلة، عجب المخرج سعد عرفة فخد القصة عشان يعملها في فيلم، لكن ما عجبوش محاولة لينين عمل معالجة، فعمل هو الفيلم باسم آخر ولم يلاقي النجاح. ويمكن حظ لينين مع سعد عرفة وبعدها مع ابنه شريف عرفة كان وحش، لأنه لما اتعرض فيلم بخيت وعديلة على شريف عرفة قال لعادل قال له ده بطلة الفيلم دورها أكبر من دورك، فعادل قال له أنا موافق أنا قريت وعجبني الفيلم، وبعدين اتكلم عن مشاهد مش عجباه فعادل خلفه في الرأي وساب الفيلم. ده اللي بيحكيه الأستاذ لينين في مذكراته. طبعا المفارقة أن لينين فضل متعلق بالعمل وعمل له بعد كده معالجة درامية في سباعية بعنوان امرأة متمردة سنة 72، وقبلها كان التلفزيون رفض له 3 تمثيليات دون إبداء أسباب رغم أن ما فيهاش ريحة السياسة. والرقيب قال له حاجة عجيبة جدا، قال له بص هي ما فيهاش حاجة تتمنع، لكن احنا خايفين انها بعد ما تتعرض انه يظهر عند عرضها شيء لم نكتشفه من خلال النص، فانا بتمسك بالحيطة عشان لا احاسب بعد ذلك. واعتقد دي مفارقة عجيبة جدا شكلت وعي لينين وطريقته في السخرية وفي الكتابة وفن التحايل اللي اتكلم عنه. رحلة شيقة جدا سينضم اليها في الجزء الثاني من كلامنا محمد صبحي، لكن هنكمل هذا الكلام بكرة بإذن الله.